قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين الميدانيين بزيارة لقرية هيلية التابعة لمركز بيبا بمحافظة بني سويف لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يستهدف إحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرية. أوضحت المؤسسة أن المنسقين المدنيين تفقدوا سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالقرية في العديد من القطاعات الحيوية. ومنها التعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الجماهيريه والصحه والكهرباء. واشارت المؤسسه الى ان هذه الجولات تهدف الى المتابعه الميدانيه المستمره لمشروعات المبادره والتزام الشركات المنافذه المسند اليها الاعمال والوقوف على المعوقات اولا باول لتسريع وتيره العمل.